لما بلغ ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني وبما أنكم أبناء
من الحي يملق الحي ويناه
في المجد فيه. فانتبت علينا واشفق وارحمنا كعدد كل حين يا رب الكل. الآخر يهيئ والروح القدس إلى الأبد. بارك الله فيك الكل الذي يهمنا الحكمة والتعليم المقدس. فليطرح حكمه على القارئة وعلى سامعينا كل حين إلى الأبد. إذا دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك إياها فلا تتعلم أن تصنع مثل قبائح تلك الأمم. لا يكن فيك من يحرق ابنه أو ابنته بالنار، ولا من يتعاطى عرافة، ولا منجم، ولا متكهن، ولا ساحر، ولا من يشعر، ولا من يستحضر الأشباح أو الأرواح، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يصنع ذلك هو قبيحة عند الرب. وبسبب تلك القبائح سيطرد الرب إلهك تلك الأمم من أمامك، بل كن كاملا لدى الرب إلهك، لأن تلك الأمم التي أنت طاردها تصغي إلى المنجمين والعرافين، وأما أنت فلن يجز لك الرب إلهك مثل ذلك. يقيم لك الرب إلهك نبيا مثلي من وسطك من إخوتك فلو تسمعون، وفقا لكل ما سألته الرب إلهك في حوريب في يوم الاجتماع قائلا: لن أواصل سماع صوت الرب إلهي، ولن أرى بعد الآن هذه النار العظيمة لئلا أموت. فقال لي الرب: قد أحسن، فما قال: سأقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمهم فيخاطبهم بكل ما آمره به، وأي رجل لم يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي فإني أحاسبه عليه، ولكن أي نبي اعتد بنفسه فقال باسمي قولا لم آمره أن يقوله أو تكلم باسم آلهة أخرى فليقتل ذلك النبي. فإن قلت في قلبك: كيف نعرف القول الذي لم يقله الرب؟ فإن تكلم النبي باسم الرب ولم يتم كلامه ولم يحدث، فذلك الكلام لم يتكلم به الرب، بل للاعتداد بنفسه تكلم به النبي، فلا تهم. بارك الله. لا أنتهي من الله غير الوثاق.
ثقتين. ولهذا أنا أصبر على كل شيء لأجل المنتخبين لكي ينالهم أيضا الحياة التي في يسوع المسيح مع المجد المجد الأبدي. إنه مصادق القول. أنا إن متنا معا فنحيا معه أيضا، وإن صبرنا فسنملك أيضا معه، وإن أجمناه فسوف يذكرنا هو أيضا، وإن لم نؤمن به فهو مقيم على أمانته، لأنه لا يقدر أن ينكر ذاته. فذكرهم هذه وناشدهم قدام ربنا أن لا يتمحكوا بالكلام الذي لا يفيد بل يدعو سامعيه. وأشترك أن تقيم نفسك كلامه قدام الله جليا بغير إذن ينذر بكلمة الحق باستقامة. اجتنب الكلام الباطل الذي لا منفع فيه، فإن الذين يحكفون عليه يزدادون به كثيرا في نفاقهم وكلمتهم كائلة تتصل في كثيرين. واحد هؤلاء هيمانوس والآخر فيلبوس اللذان زاد عن حق قائلين أن قيامة الأموات قد نمت في إقبال إيمان بعض الناس. والنعم والسلام مع جميعكم يا رب يا آمين. Oh.
شريتات فوقك ما خيب دفسات كبير وبشم القالب إلا لك يدت من أيك كابر أيك بتسالي هذا حين كنا شديده يا من روحه وكان هناك رجل من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيسا لليهود فهذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له يا معلم نحن نعلم أنك أرسلت من الله معلما لأنه لا يقدر أحد أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعملها إلا من كان الله معه أجاب يسوع وقال له الحق الحق أقول لك إن لم يولد أحد ثانية فلا يقدر أن يعاين ملكوت الله قال له نيقوديموس كيف يمكن أن يولد رجل شيخ لعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد أجاب يسوع وقال له الحق الحق أقول لك إن لم يولد أحد من الماء والروح فلا يقدر أن يدخل ملكوت الله إن المولود من الجسد إنما هو جسد والمولود من الروح إنما هو روح لا تعجبوا من قولي له أنه ينبغي لكم أن تولدوا ثانية أن الروح يهب حيث يشاء وتسمع صوته إلا أنك لست تعلم من أين يأتي ولا إلى أين يذهب هكذا هو كل مولود من الروح أجاب نيقوديموس وقال له كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع وقال له أنت معلم إسرائيل ولا تعلم هذا الحق الحق أقول لك أننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون شهادتنا إن كنتم قد قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف إن قلت لكم السماويات وتؤمنون The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John Now there was a man, the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered him, Truly, truly, I said to you, unless one is born anew, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. أشهر لنا لو بس نؤمن أتؤمنون بهذا؟
نيقوديموس ويسوع اليوم أجمل لقاء. كثير نعرف من خلال متابعتنا لوسائل الإعلام المختلفة أكو لقاءات اجتماعات تصير مهمة بين الشعب بين قادة الشعب بين المسؤولين العلمانيين المدنيين وبين أين رجال الدين. أكو لقاءات لقاء هسع لنشوفها لقاء بين الأطباء يتكلمون عن التحاليل اللقاحات اللي تصير اليوم وهم هناك أخبار هسع جديدة اللي ظهر في الساحة الأسبوع الماضي كانت انتخابات رئاسة جمهورية أعظم دولة في العالم اللي هي أمريكا. ما نعرف من هو الرئيس بس احنا نصلي حتى يطلع رئيس يخدم الشعب بصورة صحيحة ويطبق قبل كل شيء القوانين الإنسانية وقوانين ربنا لأن القوانين الإنسانية كثير مهمة. يجي وقتها نتكلم عن هذه. كثير نشاهد هذه اللقاءات وننتظر شنو نتيجة هذا اللقاء. نتيجة هذا اللقاء نيقوديموس. من يعرف معنى اسم نيقوديموس؟ شنو معنى؟ المنتصر اسم يوناني معناته المنتصر. الشعب المنتصر. عمق رمله. الغلبة. القوة. الانتصار. فإذا هو إجا يم يسوع بالليل. كثير مهم. وقت الليل شوفوا عند الكتبة والفريسيين والصدوقيين والرؤساء الكهنة والكهنة. وقت الليل هو وقت التأمل بكلمة الله. بس هسا احنا في الوقت الحاضر وقت الليل مش صاير. يعني مع احترامي للكل يمكن أدين نفسي أول وقت الليل صاير يمكن للعشاء أو للجلسة عائلية حلوة جلسة عائلية أو مرات يصير بها لعب بها شرب تلفزيون ما يبطل وحكي قال لك شيء قلت ديسكو ها قلت ديسكو 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 كل واحد يدور يجي لنا خصوصا. أنا ما أكلم. ضاعت الساعة ما تأمل بهاي الأشياء الزمنية. وقلت كثير مهم اللقاء كلمة الله كثير مهم ندرسها في حياتنا. فهذا إذا هو من قادة اليهود وإجا يم يسوع شوف الكلام إيش يقول نحن نعلم نحن منو أنتم ليش ما قال أن يعرف أنه أنت مرسل من الله ليش قال نحن منو ذا يقصر معناته كلهم السنهدرين يعرفون يسوع أنه مرسل من الله بس خافوا على كراسيهم خافوا على مناصبهم خافوا على حياتهم على مملكتهم على الإيجار مالتهم على الدخل مالتهم كل شيء خافوا لهذا اضطهدوا يسوع واليوم اللي احنا لما نجلس وما نفكر ونتأمل بكلمة الله في حياتنا يوميا راح نصير مثل الكتبة الفريسيين نصير مثل الكتبة الفريسيين الدين يسوع ليش انت اجيت منو خلق منو جابك هسه نظل نحكم على يسوع وندينه ونصلبه يمكن إذا يجي اليوم هذا نصلبه مرة ثانية مرة ثالثة مرة عشرة ومرات إلى أن شوكت عن الدول فاليوم كلمة الله هي الجلوس مع يسوع بس شوف التناقضات الموجودة بلقاء يسوع ولقاء يسوع التناقض الأول إذا هذا مسؤول أعلى في المجلس السنهدرين السنهدرين تعرفون شنو معناته مجلس السنهدرين يعني مجموعة من الشيوخ يعني الجلوس مثل كونغرس او يسمونه موتوى اجتماع موتوى بالسورة مجلس الشيوخ والكتبه والفريسيين والصدوقيين يقعدون حتى يبدون او يحكمون على شخص ما او يطلعون شريعه او قانون فمجلس اذا هذا واحد من القاده المجلس اجى يم يسوع
هذا هو التناقض، انه انت معلم وجيت يسوع. زين انتوا الكتبه الفريسيين رافضين يسوع، ليش انت اجيت؟ والتناقض الثاني نشوف اذا انت تريد تستنير بحياتك تتنور بكلمه يسوع. يسوع هو النور، هو الشمس مالتنا، هو نور الحياه، هو كلمه الحياه. اجى بالليل، ليش اجى بالليل؟ كان يخاف معناته من المجلس مالته، او يخاف من الناس ليشوفونه رايح يم يسوع. وهاي هم احنا يمنا نخاف نروح يم يسوع. شو قلت؟ لما كنا في وقت الخير لما قالوا في كرسي الاعتراف، ما يسمى كرسي الاعتراف، تعرفون كرسي الاعتراف دخل، انا بالنسبه لي دخلت كرسي الاعتراف في متاحف، صار الانتيك من الانتيكات، صار كرسي الاعتراف. ليش؟ لان الاعتراف بطل يمنا، وهذا سر مهم. سر الاعتراف هو ان ربنا من يسوع اكثر واكثر، فصار انتيك فشوفوا بالمتحف بس كرسي الاعتراف. فيسوع اجى يم يسوع بالليل، يخاف. ليش اجى بالليل؟ كان يخاف من السنهدرين، من المجلس، او من الناس. صرنا نهتم بكلام الناس اكثر ما نهتم بكلام الله. هذا تناقض بحياتنا، الرفض الناس حتى نخاف على سمعتنا، على مناصبنا، على مركزنا، على حياتنا، وعلى وعلى، بس ما نفكر الله شنو موقفنا مع ربنا. هذا تناقض. نحن نعلم انك ارسلت من الله، وكلنا ما شاء الله اليوم ماكو ولا واحد طفل بيناتنا، كلنا محمدين، كلنا نعرف، بس بعيدين كثير من كلمه الله. كلنا دحين كلنا انا وياك لازم نفعل شويه شويه نتامل بكلام يسوع. شوفوا هاي التناقضات الموجوده، لقاء يسوع مع نيقوديموس لقاء مليء من هاي التناقضات. جاء ليرى النور بس اجى بالليل. نحن من هم؟ من هذول نحن؟ هذا التناقض الثاني. وما تكفي المعرفه العقليه، يجي لانه هذا النص اللي قرناه اليوم نقرأه عادة بسر العماد، لما يكون عندنا عماد يقرأه هذا النص بوقت العماد. فإذا اليوم هو عماد جديد لكل واحد من عندنا مثل هذا النص، كأنه اليوم نتعمد. ولو سر العماد ما يتكرر، بس شنو تجديد، دائما لازم نجدد حياتنا مع ربنا. فهذا التناقض الثاني، انه نحن نعلم بس ماكو. بعدين يسوع يباوع عليهم يقول له اذا انت معلم انت تعرف، تكلم وياك ارضيات، زين شو راح اتكلم وياك سماويات؟ قالوا لازم تولد من جديد. غريب هذا السؤال، لازم تولد من جديد. يعني نيقوديموس يفكر بعد الارضيات، قالوا زين شو هذا الشيخ راح يولد مره ثانيه؟ اليوم احنا محتاجين نولد من جديد، محتاجين الولادة الروحية. مك على طول نقول نجدد حياتي، شنو نجدد؟ ليش نقول نجدد؟ لازم أجدد أنا نفسي، ما أطلب منكم، أنا نفسي طول، لازم أنا أجدد روحي حتى تشوفون هذا التجدد بحياتي. إذا ما شفتوا أنتم هذا التجدد بحياتي، ما راح نتغير، يلا نمشي ورانا، شو ما يقول خلينا نمشي. لا، اعملوا ما يقولون لكم لكن اعمالهم لا تعمل. اتمنى اعمالي تكون حجر عثر قدامكم، اتمنى. واذا كانت حجر عثر نبهوني عليها، لانه احنا في مركز لازم نخدمكم، ما نكون عثره، لا عثره بايمانكم، لا عثره بمحبتكم، لا عثره بحياتكم الانسانيه والطبيعيه. هذا غلط علينا احنا كمكرسين. احنا نكون جسور نربطكم بينكم بين المدفع. فنيقوديموس لازم يكون جسر يربط. اليوم هو صار هو الشخص جالس مع يسوع، حط نفسك انت اليوم مكان هذا نيقوديموس وتكلم مع يسوع، شوف شو تريد من عنده، شو تريد من عنده يسوع. هذا التناقض بحياتنا موجود كثير، ومية
المعرفة من خلال الكتب أو من خلال ما تعتقده أن آباءنا. أو أبوي يجي يقول لي لا لازم تعمل كذا 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 لأنه يسوع هكذا علمنا، رح أخذ على كلام أبوي أو كلام جدي أو لنبر أو لنبر أو معلمي أو شماس اللي درسني أو المعسير، رح أخذ بكلامه. بس أنا لازم أطلع من الأنا، لازم أطلع أكون منفتح إلى الآخر. إذا ما انفتحت عن الآخر ما تكفينا معرفة سطحية، معرفة نظرية، معرفة علمية، معرفة كتابية عن يسوع. لازم شلون كده عرف يسوع؟ تعالى وانظرا. أين تقيم؟ تعالى وانظرا. ما قلهم في المكان تعالى، يعني إذا احنا ما نعيش علاقة مع يسوع، علاقة حب مع يسوع، إذا ما عشنا هذا الحب ما راح نعرف يسوع. لهذا السبب المعرفة الصحية والمعرفة العلمية والمعرفة الكتابية ما تكفي نعرف يسوع. ولا نفكر واحد بالله شو راح يقول علي انه انا بروح الكنيسة، كثير من هالكلام نسمعه، ايه شواف بس يروح شواف. مين يعني شواف؟ خليه يكون شواف، بس انا احضر قداسي، احضر قداسي بكل يعني شنو؟ ما بعقلي، بفكري، بقلبي، بروحي، بجسدي، مو جسدي انا وعقلي ولا مكان. او نجي للكنيسة اشوف دكتور هاني قدامي، او محمد موجود دكتور هاني، ما احكي على غير شخص، انا هاني دكتور هاني ورعد اقوى، رعد عندي شغله، ايه تخاطبني اذا عندك شغل بس اذا فلوس تخاطب دكتور هاني. حلو نتعامل مع بعض، احكي معاهم انا واخوتي الكبار وابائي وكلكم اخوتي وخواتي، بس اخاف احكي اذا جبت اسم واحد ليش جاب اسمه؟ انا بطمطم. فهنا المشكله، لازم نطلع من الانا حتى اعيش هذا الشخص. اذا ما عشت مع هذا الشخص ما اعرفه. يسوع يقول لك نيقوديموس يجب ان تولدوا من جديد، ان تولدوا. ليش ما قالوا يجب ان تولد؟ ليش تولدوا؟ شوفوا لازم ننتبع لكل كلمه قالها اليوم. اكو شيء فارق لما بيجي يوحنا من غير الاناجيل متى مرقس ولوقا، انه متى مرقس ولوقا لما يقول يسوع قال يسوع الحق اقول لك، بينما في انجيل يوحنا ياكدها الحق الحق. او لا تكون لا تكون شيء صار الحق الحق، يعني يعيدها مرتين، يعني معناته الكلام كلش قوي يقول يسوع. بينما متى مرقس يقول الحق اقول لكم، عند يوحنا كررها مرتين. لازم ننتبه، فكل كلام يقول يسوع هي نعمة، هي بركة. وهذا هو اللقاء التاريخي. شوفوا سجل التاريخ لقاء يسوع ونيقوديموس، وكل انجيل يوحنا راح يسمي نيقوديموس الذي جاء الى يسوع ليلا. شوف ايش قد عظيمة. واحنا شو كنا راح نروح ليسوع؟ احنا شو كنا راح نسوق مع يسوع؟ هاي الذي جاء عند يسوع لنا، احنا شو كنا راح نقول؟ خلينا نسال نفسنا دائما حتى ننال هنا في شخصيه مزدوجه في حياتنا. لازم ما نفكر كثير بكلام الناس ايش راح يقولون علينا، خلينا نفكر ربنا راضي من عندنا. هاي رساله يسوع اليوم من خلال لقاءه مع نيقوديموس. لازم نعيش كلام يسوع في حياتنا، ويجب ان نطلع من الانا حتى نكتشف الاخر بايمان وبمحبه وبتواضع. قد نتواضع لا نتكبر واحد على الاخر، ربنا هو الكبير والبس. امين. لأجل السلام والاستقرار وحسن السنة والأرض.
وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه القضاء. ونؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن، يسجد له ويمجد، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العتيد. آمين. وجميع الرؤساء المؤمنين محبي المسيح.
لكي يمنحنا الله الذي نصره بالقيام من بين الأموات وجهاً صالحاً معهم ونصيباً وميراث الحياة في ملكوت السماء. كي نرضى والدتك لنا بمحبة كاملة وإيمان صادق. Yeah.
بعد العشاء أخذ بيديه المقدستين كأسا طاهرا وشكرا وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، هذا هو دم العهد الجديد الأبدي، سر الإيمان أن لم يراق عنكم وعن كثيرين لغفران الخطايا. وتطليب احمر يوسف تقول لي بابا ما تكين وصديقه تشبيري قامه تقول لي نويه وشريحه كل سهله ومديانه ليجي ابانا القديسي ما فرانسيس بابا روما ما لويس الباطيه جميع الاساقفه والكهنه والشمامسه والرهبان والراهبان تقبله يا رب يجري شفاء جميع المرضى والمتالمين وامنح اخوتنا المتوفين على رجاء قيامه السعاده الابديه تقبله يا رب لأجلنا نحن المنتظرين رحمتك ولا تعاملنا بحسب خطايانا بل أهلنا جميعا للمغفرة بفضل هذا الجسد المقدس الذي نتناوله بإيمان الحق إحسانا منك تقبله يا رب لأجل هذا الوطن وسكانه وهذه المدينة وهذه الرعية وجميع البيوت المشتركة معنا صنهم بقدرتك من كل الأضرار والآفات والأوبئة وامنحنا أمنك وسلامك كل الأيام هم أخلاً يا ماراً هم أخلاً يا ماراً أوضخ بحيلة وحلاشة بشق يديه وغجميع بشم مقيمة وقاموا بحدانة هذه وبالله سبيتك قدام برونه بدخني بصيخ رويسة بشبوحة معلوية بدخار كودخ لرازة هادرة بمثبانة وقديشة مخيانة وعلى آية حشة وموتة قولت قيمته ماراً خلصانا إيش رمشية نحمدك ومجدك دوما في كنيستك المفتداة بدم مسيحك الثمين بألسنة منطلقة ووجوه مشرقة بصوت التسبيح والوقار والحمد والسجود لاسمك الحي القدوس المحيي الآن وكل يوم وإلى الأبد. ورحمة ديو
ونحن غير مستحقين. نحن غير مستحقين. أرمخ يا ماران بيمانوس حقاني شمل جبتني راز قديش قاصب حنينوس وبرشمو بمرحمانوس فضرا ودمت مخيانا ما رأي شو عن شيحة شمت بابا برونا روحة وشاف العهدي بسم الله والابن والروح القدس الى الابد سيما طهر قديشا دمر حسيانا ما رأي شو عن شيحا شمت بابا برونا روح القدس Yeah.
أهنا يا ربنا وإلهنا أن نقوم أمامك على دواب لعاب قلوب النقية ووجوه المشرقة لذال لك عبيت لنا رحمة ندعوك معا قائلين هذا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسليح إلى أبد الآبدين أجل يا ربنا وإلهنا القدير إلهنا الصالح وأبانا الفائض رحمتك نطلب منك ونتضرع إلى رحمتك الوافرة ليا رب تدخلنا في التجربة لكن نجنا وخلصنا من الشرير وأعوانه لأن لك الملك والقوة والعز والجبروت والسلطان في السماء والأرض هاشا وأخذ الزمان والعالم عمين Oh, my God.
كل الساعات أن نرفع لك الشكر والمجد والسجود، لأنك أهلتنا بنعمتك نحن الميتين أن نقدس اسمك مع الروحانيين ونشترك في أسرار موهبتك ونمتد بعذوبة أفضالك ونسعد آيات الحمد والمجد لاهوتك السام كل حين يا رب الكون الآن والأبد والروح القدس إلى الأبد. الفيروس اللي سيطر علينا فنسمينه بعوثة كورونا
نخلص من عنده للبعوثة هي كلها صلوات وتضرعات وطلبات. فنينوى الأوزر لهم نينوى خطأ وعليش عليها، لا كلها تنصون من أجل هذا الوباء، ومن أجل مو بس الوباء، من أجل اللقاء يكون آمن وسالم للكل اللي بيقابلونه، وبالصحة والعافية ونعمة الرب يحميكم دائما.